حصان. طيب انا اسف يا خالد. عندنا هتاف كيف؟ داهرين الناس كلها تسمع. مخاطبه قبل مخاطبه معلش عليها، انا حبيت اقول انه في بيت في واحد حريه سلام وعداله مدنيه خيار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. سامعين صوت الزخير الحير؟ لسه متواصل من جديد. ليلة هذا الأم لا نقاموا بالمسلمية. وزي ما عبد العظيم احنا ما بنجيبوا. سلمية سلمية. سلمية حرامية. سلمية سلمية. ضد الحرامية. سلمية سلمية. ضد الحرامية. سلمية سلمية. ضد الحرامية. وفي ضرب نار هاي في ضرب ضيف ثقيل سامع صوت، لكن الوضع هنا ناس صامدة راكزة عندها كاد ثواب ما شاء الله عليك كبير. المتحدث قبل شوي كان بيتكلم فيه انه الميز العسكري رضخ لطالبنا. روح علينا بس. زي ما بسمعونا فينا ضد الرصاص الاجتماعيه والله يسامحنا. استعملوا الناس الضغط. والله بالنسبه لنا فينا ما اختلف الا نغمه. ما نغمه صليبه. وكان قدر ممكن نعمل نغمه تليفوناتنا. لكن هسه جايين نسمعهم حاجه ثانيه. هسه حنسمعهم بعد ما نرفع تليفوناتنا وكشافاتنا فوق حنجيب وحنقول النشيد بتاع الوطن اللي بنحبه ده وطننا السودان. فبيسمعونا صدى الرصاص حنسمعهم بشكل عام. I don't know.
مجلس على كتفين لا حمل غير لا حمل على الارض، وبعدين هو حالف ضد غزل وحايده اخان غزل. حريه سلام وعداله، مدنيه خيار الشعب. 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 طبعا لسه صوت الرصاص شغال، بس اللي بقانا مدوره بيرغبوا فينا، لكن احنا ركزين ان شاء الله. في كلمه قاعد اقولها او في عباره قاعد اقولها كان بيستخدمها واحد من الناس اللي جزانا زمان نشلناهم مره، لكن كنت قبل ما قاعد اقولها دائما زمان قالوهم ما قدروا عليها ما بيقفوا كلمتهم، لكن انا ما دام انتوا ظهري وانتوا سندي انا بقوله وخشنه مليان انه زارعنا غير الله اللي قال لنا لو قالوها هم ما قدروا عليها، لكن احنا بنقدر عليها ما قدروا عليها لكن